السلام عليكم، معكم محسن متولي. كما تعرفون المغرب كيدوز واحد الازمه ديال كورونا فيروس. صيفتي لاعب مواطن مغربي، تنصحكم اننا نتعاونوا نقتلوا هذا المرض هذا، وباستطاعتنا نحيدوا هذا المرض هذا الى بقينا في ديورنا. كما كنخافوا على اولادنا كنخافوا عليكم حتى نتومايا. والله يخليكم لما بقاو في ديوركم وتبعوا النصائح اللي كيعطيونا.